بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هناخد التريبانسوما التي في أفريقيا، أفريكان تريبانسوم. أنا عندي الأفريكان تريبانسوم وعندي الأمريكان تريبانسوم اللي عايشة في أمريكا، إنما النهاردة في الفيديو ده هاخد التريبانسوما اللي في عايشة في أفريقيا، ودي بنسميها أفريكان تريبانسوم وأحياناً بوليمورفيك تريبانسوم. التريبانسوم دي من عائلة الهيموفلاجيلات، يعني هي عايشة في الدم ولكن بره الار بي سيز، وبتتحرك بصوت او فلاجيلم، الصوات بخيط كده او فلاجيلم. ده مين؟ دي البوليمورفيك تريبانسوم او هيومن افريكان تريبانسوم، ودي بتعمل لي مرض النوم، sleeping sickness. يبقى polymorphic trypanosome ودي بتعمل لي مرض النوم. البوليمورفيك تريبانسوم في افريقيا في منها نوعين، تريبانسوما جامبينزي، ودي بسميها جامبي فوستي. يعني ايه؟ يعني النوع اللي اسمه تريبانسوما جامبينزي ان ويست افريكا، في غرب افريقيا. نوع اخر اشد، والاثنين بيعملوا لي مرض النوم، تريبانسوما روديزينزي، ودي في ايست افريكا. يبقى انا عندي نوعين من البوليمورفيك تريبانسوم في افريقيا، تريبانسوما جامبينزي، واحنا قلنا جنب فوسي وست افريكا، وده اقل شده من التريبانسوما روديزينزي اللي في ايست افريكا. اول نوع من البوليمورفيك تريبانسوم اللي هو تريبانسوما جامبينزي، وده النوع المزمن، اقل شده من النوع الاخر اللي هنسميه تريبانسوما روديزينزي. الهيومن هو العائل الاساسي ديفينيتيف هوست. تيجي الحشره اللي هنسميه هنا ايه؟ فيكتور. طب واسم الحشره العلمي ايه؟ جلوساينا بالباليس. يعني ايه فيكتور؟ يعني ناقل للمرض بين البني ادمين. اسم الحشره الناقله للجامبينزي جلوساينا بالباليس. والحشره تشقر الشخص اخر، انسان اخر، وبالتالي هذا المرض اللي هو جامبينزي لن يصيب غير البني ادمين، يعني بني ادمين فقط، مفيش حيوانات تصاب بيه. ده بنسميه انثروبونوتيك، مرض يصيب الانسان فقط وينقل من انسان الى اخر عن طريق الحشره او الفيكتور اللي بنسميها جلوساينا بالبالي. النوع الاخر تريبانسوما روديزينزي الذي هو اكثر حده، بيموت بسرعه اكثر، او اكيوت تايب. الريزيرفوار هوست وايلد جيم انيمال، ده ايه؟ ده في حيوانات. ايوه، والحشره تقرص الحيوانات وتعدي الحيوان، عشان هنا اسمها ايه؟ جلوساينا مورستان. انا بقول روديسي في المورستان بس كده؟ لا لا لا، دي الحشره ايضا ممكن تصيب الانسان. يعني السومر روديزيزي فيها هيومن ديفينيتيف هوست، في انيمال يصاب بيها اسمه ريزرفوار هوست، والحشره الناقله اسمها جلوساينا مورستان. ولان المرض ده بيصيب حيوان فبنسميه يا اما انثروبوزونوزيس او زينوتيك بارازايت. خد بالك الجامبينزي مش زينوتيك لانها تصيب الانسان فقط، اما جروديزينزي ففي عده حيوانات ممكن تصاب بالمرض، وهذا المرض إذا جت الحشرة قرصت الحيوانات دي تاخد المرض وتنقله لبني آدم، وبالتالي علشان أقضي عليها أسيطر عليها أجد صعوبة، لأن أنا عايز أعالج البني آدمين والحيوانات، أصعب من الجامبينزي. طيب مين العائل الأساسي للبوليمورفيك تريبانسوم الاثنين؟ البني آدمين. Human. طيب يا أولاد، إيه
الريزرفوار هوست في بنسوما جنبي دي لا يوجد حيوان، جنبي ما فيش حيوانات، يعني تصيب الإنسان فقط اللي بنسميها أنثروبونوتيك. أما الروديزينزي كوايلد جيم أنيمال، حيوانات الغابة التي تعتبر أليفة، الزرافة والنعامة وأيضا الشيب. الروديزينزي هي اللي فيها تسميها أنثروبوزونوزيس أو ممكن تسميها زينوتيك. الحشرة الناقلة للبيكسوما الجنبي جروسينا بالباليس. الحشرة الناقلة هي سوما ديزينتي جلوسينا مورستان، عشان كده بقول روديسي في المورستان. البوليمورفيك تصيب في ايه في الانسان؟ الدم، الليمف سيلز، هي هتخش عن طريق الجلد ثم تنتشر في جسم عن طريق البلاد والليمف عشان تروح على السيلز. طب ايه الحاجة اللي الحشرة هتعينها؟ ايه الطور المعدي؟ ميتا سايكليك تريبا ماستيكون. الطور المعدي ايه؟ ميتا سايكليك تريبا ماستيكون، الطور المعدي في الدم، الليمف السينيس، ده المرحلة الأولى. بلاد ليمف المرحلة الأولى، المرحلة الثانية تروح على السينيس. الطور المعدي ميتا سايكليك تريبا ماستيكون، وده شورت ستامبي فورم، قصير الشكل غير متكامل، without free flagella، من غير فلاجيلا بحر. الطور المعدي اسمه ميتا سايكليك تريبا ماستيكون. يا ولادي ما هو اسم الطور المعدي اللي هيبقى في بق الحشرة واللي الحشرة هتحقنه؟ اسمه ميتا سايكليك تريبا ماستيكون، اسمه ميتا سايكليك تريبا ماستيكون. ميتا سايكليك يعني غير متكامل، شورت ستامبي فور. تريبا ماستيكون يعني كينيتوبلاستي تحت ويطلع الفلاجيلا بس ما بيخرجش بره الجسم، او بالتالي مش هيبقى فيه نو فري فلاجيلا. يبقى ده كده الميتا سايكليك ريبا ماستيجوت ذا انفكتد ستيج فيوزيفورم ان شيب شورت ستامبي كينيتوبلاست از بتصير اند وذاوت فري فلاجيلا، اسمه ايه؟ ميتا سايكليك ريبا ماستيجوت. ازاي بتعيدي؟ قرصه دم ام حقن، اثناء قرصه الحشره اسمها جلوكسينا انفيه الميتا سايكليك هيبرماستيجوت، أو نقل دم من مريض إلى آخر، أو أم حامل أدي البيبي بتاعها، أو حقن مستخدمة استخدمناها في عيان قبل كده ثم حقن بيها شخص آخر. طريقة العدوى، بص لقيها تقريبا زي الملاريا. طريقة النقل بنسميه سايكلو بروباجيتيف، يعني التي يحدث هو الحشرة للطفيل بتغيره في الشكل والعدد، ده بسميه سايكلو بروباجيتيف. الحشرة بتاخد البوليمورفيك ريبانسوم من دم العيان، تروح تنقله وتدي الانفكتيف ستيج اسمه ميتا سايكليك ريبنتوم. ده حاجه تغير في الشكل اهو بس لا في العدد كمان، يعني هي خدت 2 بوليمورفيك ريبنتوم من دم العيان حولتهم الى 4 او 8 ميتا سايكليك ريبنتوم. ده بسميه طريقه النقل، تايبس اوف ترانسميشن. ايه هو؟ سايكلو بروباجيشن، غير طريقة العدوى. طريقة العدوى اللي احنا كنا بنقول قرصة دم او حقن استخدمت من قبل.
أشكال البوليمورف البنسوم ثلاثة: قطع من دم العيان شكل بسميه تريبا ماستيجوت، ده الدور التشخيصي من دم العيان مباشرة. وهذا التريبا ماستيجوت فيوزيفورم انشيب ثيابي بداية الفلاجيلم تحت كنيكوبلاست ورم في سنترال نيوكليس وفي فري فلاجيلم. الماستيجوت فورم كنيكوبلاست في المنتصف قدام النيوكليس وفي أيضا فري فلاجيلم. في ماستيجوت اللي هو الشكل رقم ثاني هو الطول التشخيصي في المزرعة، يعني لما يجي يقول العيان اللي عنده بوليمورفيك ريبنسوم خدت منه عينة حطيتها في المزرعة يطلع الشكل إبي ماستيجوت. أما الشكل المعدي سميناه ميتاسايكليك تريبا ماستيجوت أو كينيتوبلاست ورا برضو، ولكن لا يوجد فري فلاجيلم. يبقى واحدة كينيتو بلاست ورا وفيها فري فلاجيلم تريبا ماستيجوت فورم، واحدة كينيتو بلاست في النص وفيها فري فلاجيلم تريبا ماستيجوت، واحدة كينيتو بلاست ورا ولا يوجد بها فري فلاجيلم. أول شكل في البوليمورفيك ريبنسوم بسميه تريبا ماستيجوت فورم، وده الطور التشخيصي اللي في دم أو تي اس اف بتاع العيان. هذا الشكل يوزي فورم انشيب انتيابي حجمه 20 مايكرون، بداية الفلاجيلم بنسميها كينيتو بلاست ورا عشان ما ننساش. شوف تريبا حرف التي رابع حرف متأخر يعني شوية. وبعدين يمشي الفلاجيلم بجوار البودي بتاع الفيزيفورم انشيب لازق، هو الفلاجيلم الخط الأحمر المتحرك ده لازق للبودي بحاجة اسمها اندوليتنج ميمبرين، ولأن الفلاجيلم مغطي البودي كله فبيبقى لونج اندوليتنج ميمبرين ويطلع فري فلاجيلم. كلمة تريبا ماستيجوت. طب ليه بقى بنقول بوليمورفيك؟ لأن هذا الشكل في الدم بيبقى ثلاث أحجام، حجم طويل وطوله 32 مايكرون، حجم وسط حجمه وطوله 23 مايكرون، وحجم صغير وغير متكامل ستامبي وحجمه 13 مايكرون. دي صورة في دم المريض، وادي البوليمورفيك ريبنسوم رقم واحد وادي رقم اتنين وادي رقم تلاتة. واحد لونج سلندر ده الطويل اللي ليه فلاجيلم تحت طويل، الوسط والقصير عشان كده بنسميه بوليمورفيك ريبنسوم، وده اللي بيعمل لي مرض النوم. شكل رقم اتنين بي ماستيجوت فورم، وده الشكل بتاع البرازايت لو انا اللي طالع من المزرعه، يعني انا لو عملت ريتيشن مزرعه هيطلع هذا الشكل اللي اسمه بي ماستيجوت فورم. هو ايضا فيوزي فورم تيب وحجمه 20 مايكرون، كينيتو بلاست في النص. خد بالك هنا حرف البي تاني حرف، التريبا حرف البي رابع حرف، الكينيتو بلاست ورا هنا ده تاني حرف يبقى in front of the nucleus. يمشي البودي، يمشي الفلاجيلم جنب البودي لازق للبودي بشورت انجليتنج ميمبرين لانه بيغطي نص البودي بس، ويطلع الفلاجيلم free from anterior end. ده الشكل اللي بسميه ماستيجوت فور، وهو الطور التشخيصي اللي طالع من المزرعة وبيبقى أحيانا في بطن الحشرة. الشكل الثالث يا ولادي اللي هو الطور المعدي
اللي بسميه ميتا سايكليك ريبامستيدود، وده شورت ستامبي، شكل قصير وغير متكامل لان حجمه حوالي 15 مايكرون. الكينيتوبلاست ورا فلاجيلم ماشي جنب البودي ولازق للبودي باندليتنج ميمبرين، ولكن لا يوجد فري فلاجيلم فروم انتيريور اند. الشكل المعدي في بق الحشره بسميه ميتا سايكليك ريبامستيجو. اللايف سايكل جوه الحشره للبوليمورفيك ريبانسوم، مبدئيا الحشره هتمص دمي وتاخد دور دياجنوستيك او تشخيصي اللي هو بوليمورفيك ريبانسوم. ثم هذا الاورجانيزم يتجه الى المعده الوسطى بتاعت الحشره ويتكاثر، ثم يتجه الى الهايبوفالانكس بتاع الحشره ويتحول الى ايبيمستيجوت اللي هو كينيتوبلاستون. يبقى هي خدت مني بوليمورفيك ريبانسوم، حصل زياده في العدد، راحت الهايبوفالانكس وادت ايبيمستيجوت، ثم طلعت على السليبري جلاند عشان تقضي الميتاسايكليك ريبامستيجوت الدور المعدي. وفي هذه الحالة تبقى الحشرة أصبحت معدية. هي باختصار خدت مني البوليمورفيك ريبانسوم دور التشخيصي، وفي النهاية ادتني الدور المعدي اللي هو ميتاسايكليك ريبامستيجوت. اللايف سايكل جوه الحشرة باختصار هي هتاخد مني تريبامستيجوت فورم الطور التشخيصي، تروح في الهايبوفارينكس تتحول الى ايبيمستيجوت، ثم سليبري جلاند وتتحول الى ميتا سايكليك تريبامستيجوت. اللايف سايكل جوه الحشره، ودي يعني مش مهم قوي. عموما هي بتاخد مني الطور التشخيصي دايجنوستيك ستيج في البلد، وتديني الطور المعدي اللي هو انفكتيف ستيج الميتاسايكليك ريبا ماتشيجوت. ايه بقى الانتيريور ستيشن ديفلوبمنت؟ دي مهمه لان الكريبنسوم بينمو في الجزء الامامي من الحشره، يعني في الميد جات، ويطلع الى قدام في الهايبوفالانكس ثم السليبري جلاند. يبقى ديفلوب البنسومة develop in interior part بتاع digestive tract بتاع الجلوكسايد. كما أن طريقة العدوى الحقن وإنها بتخش تحقن السليفري، عشان كده سميناها سليفيريان. مهمة أوي دي interior station development. البنسومة develop in interior part بتاع digestive تراكت بتاع، والموضوع اوف انفكشن نيكوليت حقن السليبري او السليبيريان. اللايف سايكل جوه البني ادم، الحشره هتديني الطور المعدي اللي اسمه ميتا سايكليك ريبامستيجوت، وتحقنها، احنا قلنا انها سليبيريان، تخش في جسم الانتان وتحول مكان العضه الى بوليمورفيك ريبانسوم، وتتكاثر بقى وتنتشر عن طريق البلد او الليمف. لايف سايكل انسايد ذا هيومن، ميت سايكل ريبامستيجوت تتحول الى ريبامستيجوت 4. لايف سايكل بتاعت الهيومن، بتاخد الحشره دي ميت سايكل ريبامستيجوت تتحول جوايا الى بوليمورفيك ريبانسوم. الباثوجينيسيس والكلينيكال بيكتشر، العلامه علامه العدوى، ثم مرحلتين. علامه العدوى اللي هي تريبانسوما ترانكر، لوكال انفلاماتوري رياكشن، التهاب موضعي مكان العضه، الحشره هتقرصني ويطلع حبايه ديول حجمها 3 سنتي بعد حوالي 3 ويكس فروم البايت. هذه العلامه بتروح لوحديها من غير ما تسيب اي سكار، من غير ما تسيب اي علامه. هذه الشنكر موجوده في الروديزيزي. طيب ثم الشنكر
achieved local reaction at the site of the bite. Appear. فأنت صمتي. ديون تطلع بعد 3 weeks من الانفكشن ويخف بدون اي علامة. ده موجود اكتر فين في الروديسينز بأدي العلامة. المرحلة الاولى هسمى هيمولانفيتك ستيج. في البنسومة هتنتشر عن طريق البلد. كلين. هذا البلد يبين. كلين لنفاتك. من خلال البلد هيحصل حبة الارجيك رياكشن. نتيجة التوكسيد. ويحصل فيبر متقطعة. هيدك. ملاييز. مصل الجويت بين. وليش. بقى الانتشار. حرارة صداع إجهاد مفاصلي وعظمي ويوجعني وليش. بالجزء الأول من الهيمولينفاتيك ستيج أو من المرحلة الأولى. الجزء الثاني انتشار عن طريق الليمفا يعني الصداقهم في جميع الأوعية جميع الغدد الليمفاوية ليمفادينوباسي بالذات في الجنبين بالذات في القفا أهو واللي بيسميها السيرب إيه وينتر بوتوم ساين. اللي جايب لك عيان بأفاه يبقى ده وينتر بوتوم ساين ده ضربه مكان الأب. العضه سميتها تشانكر او العلامه ثم وجع في العضلات وتعب ثم تضخم في الاعوى الغدد الليمفاويه بالذات بتاعه الأفا اللي هسميها وينتر بوتوم ساين ثم يحصل تضخم طحال وكبد مع الأنيميا والليكوبينيا والثرومبوسيتوبينيا كل ده من المرحلة الأولى. كان المرحلة الأولى بلد وليب. في أيضا في المرحلة الأولى حاجة اسمها كيرنيدل ساينس يعني لما تيجي بإحساس متأخر يعني إيه؟ يعني بحط إيدي بضغطة كده بحس الإبن توجع العيان ما حسش بالوجع غير لما أشيل إيدي. خد بالك بيحصل ليفادينوباثي وهيباتيس بلوروميجالي نتيجة الليمفاتيك هايبربليسيا تضخم في الغدد الليمفاوية تضخم طحال وكبد نتيجة تضخم الليمفاتيك سيستم تمام الليمفاتيك هايبربليسيا. ودي المرحلة الأولى بالبلد ثم المرحلة الثانية منينجو انكيفاليتيك ستيج المرحلة بتاعت سليبنج سيكنس بوليمورفيك بريبانسو يوصل للبلد بعد داخل يحصل بري فاسكولار سيلر انفلتريشن يؤدي الى اسكيميا وبيتكول هيمس العيان يصدع مركز بور كوردينيشن سنسوري ديستربنس ترابحسي اباثي لا مبالاه سلر سبيتش بيرسوناليتي تشينج ويحصل ديستربنس اوف سليب سايكلز المهم قوي اللي ما انساهاش لوس اوف كونشنس كوما اند غيبوبه ووفاه بس بعد فترة هتشوف بقى بعد فترة في المرحلة رقم 2 وهي المرحلة القاتلة تخش على سي ان اس وتؤدي الى لوس اوف كونشنس كوما سي سي اند. الفرق بقى ما بين البوليمورفيك ترانسوم جامبينزي اللي احنا قلنا انها في ويست افريكا كان بفوسي والبوليمورفيك ترانسوم روديزينزي اللي احنا قلنا انها في ايست الجنبينزي مزمنة يعني بتقدم المرض ببطء مرودزينزي رابيدلي بروجريس وأكيوت والحرارة تبقى أكتر كمان رودزينزي قد تصيب القلب من الميوكاردايتس وهذا قد يؤدي إلى دس من الكونجستيف هارت فيلير الروديزينزي بتعمل لي congestive heart failure ضم الليمفادينوباثي في الجنبينزي الليمف نود بتبقى enlarged اما الروديزينزي بتبقى اقل وده يخلي الوينتر بوتوم ساين اعلى في الجنبينزي بسي ان اس manifestation الجنبينزي بعدين من 9 شهور مرض الجينزي بيموت بدري ممكن يبقى من 3 ل 6 شهور عدد البرازايت في الجنبينزي بيبقى في الدم اقل من الروجينزي الجنبينزي بيبقى مناطق الزراعيه منتشره فيها اما مرض الجينزي فبتبقى في المناطق الغابات وفي العمال اللي بيشتغلوا في الغابات
الباثوجينيس عضة من الشنكر، فاهم اللي هي فيبر، انوركسيا ملاييس، وينتر بوتوم سايم، ثم باتو سبلينو ميجالي وانيميا. واخيرا يحدث سي ان اس مانيفستيشن، وقلنا انها تبقى اسرع في البوليمورفيك ريبانسوم روديزيندي. المناعة، البوليمورفيك ريبانسوم بتقعد حوالي 6 شهور إلى سنة موجودة في البني آدم. ليه بقى المناعة الاي جي ام والاي جي مش عارفة تعمل معاها حاجة؟ لأن البوليمورفيك ريبانسوم مغطاة بجلايكوبروتين بيتغير دائما. يعني على الشمال مثلا الجلايكوبروتين لونه أحمر، بعد فترة الجلايكوبروتين ده يتغير يبقى لونه أسود نوع آخر، وبالتالي الأنتي بوديز مش هتتعرف عليه، الجلايكوبروتين يتغير. لذلك في البوليمورفيك الشكل التالي تتغطي بحلقة زرقاء، الجلايكوبروتين بيتغير بنسميه عشان كده variable surface glycoprotein. لماذا البوليمورفيك ايفيد تقرب من الاميونتي؟ لانها covered with variable glycoprotein بنسميها variable surface glycoprotein. الانتجين بتاع هذا البارازيت كل اسبوع بيتغير، لانه بيغير صورته كل اسبوع. وبالتالي when the host immune system develop antibodies، يروح مغير الانتيجين بتاعه، بل الانتيبوديز مش هتعرف تأثر فيه، وبالتالي الجسوم بيهرب من المناعة بتاعت الإنسان. ليه؟ لأنه تينج الانتيجين بتاعه، لأنه بيغير الانتيجين بتاعه كل 5 7 أيام. وده يفسر ليه حل العيان ألاقي البارازايت عدده كتير في الدم، بعدها بأسبوع يكون الجسم يطلع له أنتي بوديز ثم البارازايت يقل. يقوم البارازايت مغير الأنتيجين بتاعه يزيد، لأن الأنتي بوديز مبقاش نافعة معاه. بعدها بأسبوع الجسم ياخد الأنتيجين ويعمل له أنتي بوديز يقل. فبدأت التغيير الأنتيجين بيفكسر لي الويفز أوف باراسيتيميا. كمان بيفكسر لي ليه العيان بيبقى أسبوع تعبان جدا والأسبوع اللي بعديه أحسن شوية، أسبوع تعبان شوية جدا وبعدين الأسبوع اللي بعديه أحسن شوية. الأسبوع اللي هو تعبان بيبقى الأنتي بوديز مش عارف إيه الباراسايت، الأسبوع اللي ابتدى يبقى عدل الأنتي بوديز خلاص قدرت تأثر وتقلل البارازايت، الأسبوع اللي بعديه البارازايت غير الأنتيجين بتاعه فزاد في العدد، فداني الكلينيكال بيكتشر بقت أعلى. فده اللي بيبين لي فلكتويتنج الكلينيكال كورس، ليه البارازايت الكلينيكال بيكتشر بتطلع وتنزل. إزاي يا ولادي أشخص العيان اللي عنده بوليمورفيك تريبانسوم؟ أول حاجة إنه جاي من منطقة موبوءة زي شرق وغرب أفريقيا، أو على الأقل سافر في الحتة دي. 2 الأعراض وعلامات المرض، ممكن تلاقي الكانسر اللي هو السكن، وبعد الشنكر قلنا هينتشر عن طريق البلد والليمف، والليمف يعمل تضخم في الغدد الليمفاويه اللي في الباك اوف ذا نك، وسمي العلامه دي مهمه قوي وينتر بوتوم ساين، ثم تضخم طحال وكبد الميجالي، ثم كوما اند بيان الاعراض وعلامات المرض اللي عنده بوليمورفيك تريبانسوم. اخد بالي ان البوليمورفيك تريبانسوم والبلازموديوم فالسيبارم بيعملوا لي كوما. بعد كده الفحوصات المعمليه،
باخد عيناتي منين علشان اكتشف البوليمورفيك ريبانسوم، عشان كده بنسميها دايركت ميثودز. باخد عيناتي بالترتيب من الشنكر اللي لقيته، وقلنا الشنكر ينقل بعد كده على البلد البارازايت، يبقى اخد عين الدم او اخد عينه من الليمف نود، واخيرا ممكن اخد عينه من السي اس اف لو العيان في كوما. يبقى سي بي ال سي، شنكر بلد ليمف نود سي اس اف، عشان اكتشف المريض عنده البوليمورفيك تريبانسوم ولا لا. مهم المناطق دي يا ولاد، اخد بالي، وهي بترتيب انتشار البارازايت في جسم الانسان. طب لما اخد عينة الدم واصبغها بصبغة اسمها جنسة او جمساء، الصبغة دي هتوريني اوي البارازايت. الدم هلاقي فيه اني شكل تريبا ماستيجوت فورم. يعني ايه تريبا؟ يعني الكينيتوبلاست اللي بيشاور عليه السهم الازرق ورا، بداية الفلاجيلم ورا، تريبا ماستيجوت فور. طيب لو العدد بتاع التريبانسوم قليل في الدم، كما في حالة التريبانسوما جنب ينزي، أقوم أعمل طريقة تركيزية للدم اسمها بافيكوت بلاد كونسنتريشن تكنيك، اسمه بافيكوت. يبقى بلاد فيلم او بافي كوت علشان اشوف التريبا ماستيجوت فورم. معرفتش، اقوم احط عينة الدم والليمف او اي عينة احطها في الكلتشر بتاعي اللي اسمه ان ميديا، اسمه ايه؟ ان ميديا او سيتريتد بلاد. اخد العينة واحطها على المزرعة، يقوم يطلع شكل ايبي ماستيجوت. اذا يختلف عن تريبا ماستيجوت، ما هو هنا واضح ان الكينيتوبلاست قدام النيوكليس مش ورا زي تريبا. اخد بالي من الكلام ده يا اولاد. يعني لما اجي اسال ايه الدستور التشخيصي في العيان بتاع البوليمورفيك تريبانسوم من الدم مباشره، هيطلع تريبا ماستيجوت. طب زرعته، يجيب السؤال كده، شكل البارازايت لو بتاع البوليمورفيك تريبانسوم لو انا مطلعه من كلتشر، يوم يطلع ايبي ماستيجوت. طب سبحان الله، لو حقنته في انيمال الفار او المايس، يوم يطلع تريبا ماستيجوت، ولكن النيوكليوس ورا، اقوم اسميه بوستيريور نيوكليتيك تريبا ماستيجوت فور. اخد بالي من دول، العيان مباشرة يطلع منه تريبا ماستيجوت، الكالشر يطلع ايبي ماستيجوت، الرات او المايس يطلع منه بوستيريور نيوكليتيك تريبا ماستيجوت. واحنا قلنا التريبا يعني الكينيتوبلاست ورا، ده كده دايركت. طيب طرق الغير مباشرة ليه بقى؟ لأن أنا مش بعمل ديتكشن للبارازايت، بعمل ديتكشن للأنتي بوديز بتاعة البارازايت اللي هو أي جي إم، وبالذات في البيشنت اللي في الإنديميك أريا. في طريقتين، يا إما كارد أجليتينيشن تيست، وده بيستخدم لفحص المرضى في المناطق الموبوءة، أو إليزا لأن او ايفات، هنطقهم كده واكتبهم كده عشان برضه تتركت الاي سي ام في البلد او السي اس اف دايركت، لان انا بلاقي انتي بوديز وليس البارازايت مباشره، يا اما بكارد اجلوتينيشن تيست او اليزا او ايفات تو ديتكت اي جي ام. اخيرا السي اس اف، وده مهم جدا جدا جدا، وبالذات عشان اعرف العيان لو ابتدى يخش في كوما البارازايت وصل لحد فين. يعني احيانا العيان بيبقى داخل كده في سيمي كوما ولسه البارازايت ما وصلش للبرين، هتفرق في التريتمنت. حد دواء يروح للسي اس اف في البرين، وده برضه قد يؤذي البرين ولا لا. اشوف العيان دخل في سيمي كوما كده، مش نوت اورينتد، مش عارف النهارده ايه ومش حاسه في انا حته،
طيب هلاقي ايه بقى في العيان اللي عنده سي اس اف؟ هلاقي عنده العيان اللي عنده بوليمورفيك تريبانستوم، اولا بوليمورفيك تريبانستيجون اللي هو الكاينيتوبلاستون، ثم حاجه مهمه جدا 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 تشخيصيه، بمجرد ما شفناه هنقول ان عنده بوليمورفيك تريبانستوم حتى لو مش شايف البارازايت، اسمها موريلا سيلز او مات سيلز، ودي باثوجنوميك، يعني اول ما اشوفها اقول العيان ده عنده سليبنج سيكنس، عباره عن فاكيوليتد بلازما سيلز اللي بتطلع اي جي ام. يبقى هشوف البارازايت، هشوف الموريلا سيل، مهمه قوي قوي الموريلا دي، الاقي الاي جي ام لو هاخده للكارد اجلوجنيشن او اليسا، وهلاقي الليمفوسيتك كاونت بي سي. اربع حاجات اهمهم الموريلا سيل اللي هي بلازما سيل ويز باكيوليتد سيتوبلازم، وعليه ايضا الليمفوسيت كاونت بيزيد. ولو عملت حاجه تو ديتكت الاي جي ام الاقي الاي جي ام مرتفع. ده في السي اس اف مهم قوي قوي قوي. الموريلا سيل دي مهمه جدا جدا، بستخدمها تشخيص البوليمورفيك تريبانسوم او سليبنج سيكنس. علاج البوليمورفيك تريبانسوم، انا هاخد بالي ان المريض هقسمه الى مرحلتين. المرحله الاولانيه اللي لسه البارازايت ما وصلش للسي اس اف، جيت عملت سي اس اف اكزامينيشن وما لقيتش البارازايت، فانا بدي بنتاميدين للتريبانسوم اللي اسمها جامبينزي، وسوريمين للتريبانسوما اللي اسمها روديزينزي. بنتاميدين جامبينزي، سوريمين رودوزينزي. خد بالك الروديزينزي فيها 2 اس، يبقى الدواء بتاعها سوريمين. بنتاميدين جامبينزي ده اذا لم يكن البارازايت اقدر تطلعه بالسي اس اف. طب لقيت البارازايت بالسي اس اف، بدي ميلارسوبرول او افلورنسين. اخد بالي التوقيت، بنتاميدين او سيرامين في الفيرست ستيج اللي البارازايت ما وصلش للسي اس اف، او ميلارسوبرول او افلورنسين لو وصل على السي اس اف ووصل الى البري. عايز اعمل كنترول، افويد ان الحشره اللي اسمها جلوسينا او تشيتشي فلاي تعضني، باي بريمسرين امبريجنيتد كلوذنج، هدوم راشش عليها دواء اسمه بيرمسرين، او ممكن استخدم مواد طارده جوه البيت، بيرمسرين او ديت از ريبلنت. انام تحت الناموسيه، ده الحاجة الشخصية بتاعتي أنا، وأنا خارج ألبس ملابس فيها برمسرين، وأنا جوه البيت أستخدم مواد طاردة حاجة كده زي إيزالو، أو نمت نمت يبقى أندر ناموسية اللي هي بنسميها بيد نيتنج أو شبكات على الشبابيك، ثم أكيد القضاء على الحشرة اللي هنلاقيها في الجلوسينا ان شاء الله. الجلوسينا هي ايه؟ اتش سي فلاي، اوعى تنسى، يبقى البرمسرين وانا خارج جوه البيت وانا بتحرك ديت مواد طارده، وانا نايم بيد نيتنج او سكرين، ثم بموت الكنترول على الحشره. ايضا في الكنترول ان انا اعمل ديتكشن للحالات قبل ما توصل للبرين وقبل ما توصل لمرحلة الخطورة. Regular Population Screening Program بالكارد أجلوتينيشن، أخد عين الدم من البني أدمين وأشوف اللي عنده أي جي إم، أحاول ألحق أعلم. التريبانسوما روديزينزي أصعب في القضاء عليها أو السيطرة عليها عن تريبانسوما جامبينزي. ليه؟ ده سؤال. لان تريبانسوما روديزينزي فيها عده ريزرفوار هوست، في عده كائنات تصاب بهذا المرض، في حين في تريبانسوما جامبينزي
تصيب الإنسان فقط، يعني نعالج الإنسان فقط خلاص خلص في الموضوع. أما رد الزين زي محتاجة أدور على المرض في البني آدمين والحيوانات اللي موجودة، عشان كده كنترول في الريزيلينسي أصعب، وده ممكن يجي لي سؤال جيف أخيرا ده صورة مهمة قوي اللي هي وينتر بوتوم سايت، العلامة المميزة للعيان اللي عنده سليبينج سيكنس بوليمورفيك بريبنسون enlargement of the lymph node in the back of the neck.